صباح الخير. والله يا ابوكم يا اني ما نشيت من شبريتي، التحرى شي فيها مغناطيس قابضتني قبضه، متقبضه في متقبضه في ولا اشتليت عنها لين حين، وانا على شبريتي ما رمت انش من كثر التعب والرغد البارحيه، ما خلينا بقى لا خلينا كرز ولا فراوله ولا بجير ولا بحيرات ولا انهار ولا شلالات وصراط من نشينا لين وصلنا 12 ساعة من شير لين بحر لين وادي لين شلال لين كرز لين فراولة لين صراط، من أصبحنا ونحن نصرط، من أصبحنا ما بقولكم يعني وقت دون عن الثاني، ويوم ما عدنا الشغل نتقهوى يعني بيده ريج، ما خلينا شيء ما سوينا البارح، وظهر عاد اليوم بطوال أولني بنشم الصبح وسوي رياضة، وهذه يلستموح نعم من بار التعب، من بار التعب والركضة ما خلينا بقع البارحة. لا إله إلا الله، البلاد عودة، طالعوا انتم طالعوا، منو يروم يقصاها؟ ما تقصى، نحن جيتنا أربعة أيام، اللي بي البقعة هذه يبال أبوي تركيا يبال أحسب تقصاها كلها، لو بتيل السنة ما بتروم، هلها روحها ما رمى يقصونها، هلها ما رمى يقصونها، نحن بروم نقصاها. ليه بين هاي البلاد اللي نحن فيها صبنجة، هذه بوي يبالها روحها على الأقل شهر شهر، ليه تقصى بوي أماكنها وديانها وانهارها، كم بطالع كم بطالع كم بتشوف كم بطالع وكم بتشوفها، شوفوا ها بحيرة هني كم مكبرها بلاد، وهناك بعدها يبال ومزارع وحيضان وانهار وشلالات، والعين بوي ترغب العين ترغب، ولا والله يا ابوك ناوي طافت اللي هناك هذا ناوي امشي اليوم ساعه على اساس، لكن انتم شلكم حد يصلي الساعه 8 صلاه الفجر، رقدت حين راقد من وقت البحث الساعه 11 ونص، رقود 11 ونص نحن راقدين 11 والله بعد، هي والله ما باليد حيله، قبول عند الله ان الله بيسامحني ان شاء الله، ايش اسوي رقدت والله، الله المستعان. أقولكم اليوم أحب أوعي قوم صلاح بعد توهم واعين الحين، توهم أسمع حجرتهم في آخر خدشة، ما شيء بيني وبينهم إلا الباب هذا كنكت الدور، أعطينا صالة فيها حجرتين، حجر اليمين حجر اليسار، سويت من الصغار يعني، ما من الصغار والله من الكبار، وحجرتين ما شيء إلا واحد عندهم، وحجرتين ما شيء إلا واحد هذا، وشيء فوقه بعب واحد فوق هذا، لكن اللي بي ويبي السويت ياخذ اللي فوق هذا، اللي فوق اللي نحن فيه هذا وايد اخير لك ودي، والسب شو انه يكشف هذا الحين، لو تبي تصور ها صباح الخير، انا عبيد يا عبيد بسم الله، وين ظهرت لي هالاسم يا عبيد، صباح الخير صلاح، وين انت شو تسوي؟ رقدت؟ لا بابا انت قايل لك انا ادري بني ينخر وايد ينخر صلاح والجوش ايش كيف يا بابا ما خلاك تنام، شو نسوي عاد ما باليد حيلة بض بينونك لاي كيان عنه، صلاح شو هاي اللعبة؟ شو طالع؟ منو هذا؟ يلا غاية قهوة؟ منو بيغسل فنايل؟ انت لو بتغسلهن غسلتهن، لو يوم بيغسلهن براشد انت بتغسل، لازم كله انا يا صلاح، وين التعاون بين الربع؟ وين الى سلة تتكود؟ انت مفروض بلي طرب تغسل فنايل؟ متى؟ وبراشد ليش ما ينشي يغسل؟ يتسبح رب الله تعالى براشد. لا اليوم وايد كل غامج براشد، ابا اقعد غامق اصير ازميت اليوم، ازميت ازميت وازميت، لازم تبلون هذا، انت ما علي اللون اللي فوق زين، لكن اللي تحت يبغى تغيير، زين احنا تحت ما بنغيره، عيب بتغير فوق مو لا اللي بلون شي فنان فرايحي، البارحه كان وردي ايه، واليوم شيء اصفر ولا حمر ولا خضر ولا عشبي، اصفر عاد تدور هذه قهوتنا الحين على ما تشوفون تطبخ، بس غاية المتمني حين
ايوه سلايت هكي كمشات رقم واحد سلايت الحين وهذا ابوي المسمار والقناد والزعفران كل في بطن الدله على ما تشوفون وحين بلج دلتنا وبنعيبنا الاخير بنت فنيل براشد يا مرحبا يا ابو محمد يا صباح الورد يا صباح الورد شو هالزين ايش هالعداد ما شاء الله تبارك الرحمن بقاسين الخطوط حسافرة يلا الحين بييكم بنرمس بنشوف يلا. التخطيط هذا بنسوي تخطيط هذا سري ولا مباشر لا مباشر يلا اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور هذا فيس تو فيس يعني على الهواء مباشره هذا الله يسلمكم ام الحنايه قبل ما تسافر بلادها من اروع ما يكون لو بتصير عنها سنة ما تنسى أي شيء الحين هاي ثالث سفرة أنا أسافر كل أغراضي تنحط الأشياء اللي حق الأشياء الكماليات يعني تحط الأشياء الغلط ما ساير أمس متعني وخدت من الدلال هايين أمهات لترين هاي خدت الله يسلمكم منهم 10 وقلنا لها الأوليات ما نبها يوم جيتوا لأنها حاطة من الأوليات رشيت وعدلت البضع وحطيت واحدة من هاي اليدات توني ما أخذ منهن هاي شلن الترين وتتم القهوة فين حارة يومين ثلاثة أيام ما تبرد وخذ فنايل اللي عليه الشعار وخلت مصفي صغيروني أكبر ويهدل لي شغلوبة القهوة عقب وقت الزلال فنايل لما هات شعار هكذا الكبار الغاويات أنا مبوني ما شرب في الفنايل اللي صار هاي وخذ فنايل طالت عماركم اللي عليه شعار الدولة وغاويات وما زين الظاهر ياخذ هني يوم أسير بانكوك وأسير لندن وضاع عني هبضاع تكسرا او ما ادري بهم وين المهم امس يبس تاخذ الدلال هاي اخذت منها وش لكم انتم لا حطت الدلال ولا حطت الغوري مال الزجاج اليوم الحين احنا نستعمل الغوري هذا ها الستانلس ستيل وهذا حسب شي تشوفوني ما اصور بل انا عيبني اصور القهوه في وقت التلجين لكن شو نسوي قلت لا حيل والسب شو انها لا حطت الغوري مال القهوه هذا اللي من الزجاج ولا حطت الفنايل امهات الشعار ولا حطت السح نحن ناكل سح وقت الصبح قدام فنيال القهوه وبراشد ناق منها نقمه من حنايا قبله كيف انت لو شفتها تكون مصفعه جايه مرمه لا اله ضاربينها حيه هي كملت 6 سنين وهي تكد عليهم اي والله يوم رد يوم ردت فقيره ماشي فلوس هي قالوا لها رد العمل هي والله لو عاد رد العمل كمل متلو وهن في البيت لما عفاين تحككهن هي والله شو القرار اللي قررت انت وصلاح حين ولا تبون فنيال قبل اول نبى فنجان بعدين بنكبر فيهم زين الله شاليه وانا واللي فنيلكم منو ابو محمد زين ان شاء الله واحد صلاح وواحد انا حاضرين طارت عمركم هاي قهوة أنا أحب القهوة الغليظة القهوة الغليظة واللي فيها زود زعفران ما أحب القهوة اللي زعفران حجلي هذا فنيالك يا أبو راشد ما أعرف سامحني بالعسبة وهذا فنيالك يا صلاح وهذا فنيالك يا أبو محمد وتغربلت يم الحناية اللي خليتيني أنت فنيل لا سح ولا رطبة ولا شيات لكن إحنا كرمنا كرام اللي هو نسي بانكوك أنا وصلاح صدق؟ أيوة بانكوك متى بسيرون؟ أنت ما يخص أنت ما حد خبرني أنا لا لا بس أنا وياك بس أنا بسير مصر روحي هي بتصير أنتو بتصير أنتو براشد؟ أيوة بشيل ألف 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 كامل بتشلون؟ أيوة صلاح بيشيل منو بيشيل الألف؟ أنا أنتي وبنصير نانا نانا هي وبعد؟ بنشتري ملابس هدوم دي من وين؟ لا كيف يسووا؟ ديدتي سباي دي حبسة تردي سباي دي كيف؟ ندي صلا سباي دي ديدي سباي دي كابا ديدي كاب كون كاب تقنقا مانا مانوغا صلاح ويا ابو راشد وقرروا بارح طول الليل ابوي بايتين في الحجرة وعندهم اجتماعات وأسفر الاجتماع عن ما هو آتي تفضل براسك أولا بندور حرمة حصلاح نعم تكون من الحجر نعم وصلاح يستاهل نعم
تكون إنسانة تهتم فيه ويهتم فيها وعارفة ومصلية وذاكرة ربها وهذا إنسان. لكن ما نبغاها صغيرة. لا ما من دول إحنا واحدة صغيرة، إحنا واحدة ما زمان 20 30. هي. تكون عاقلة. ها شو رأيك صراحة؟ شو قلت؟ موافق على العرس؟ قاشل. منو ب أنا ما أعرف حد. الترتيب عندي. احلف. والله العظيم. دق صدرك. واشهدوا يا من الحضارة. صلاح سمعت؟ ما شوفه ما سلزيب. شو؟ ما سي. ترى كل كان يقول لك حرمة. هني. ما هنا بدك من قابوس. إيه. نزدي حركة أبو ظبي. شو قلت صلاح؟ ها. شو موافق؟ قلت؟ الحين أقول. بتعرس؟ حلف. حرمة من عمان. مشكلة. ما شيء مشكلة؟ ما شيء وقعه وصدع ودي بنحط لك دريول وخدامه اثنين نحط لك شو رايك؟ عافيه انزين وين تبى تسكن؟ لازم بيت روحك بنقدم ابوي على بيت وبيظهر لك البيت بناخذ بيت شعبي زاهب شو رايك؟ شعبيه عند بيتكم اللي هناك عند بيت قديه هي ولا لا؟ انا ما امزح يبي يحرس بنطالع لك بيت اذا بنطلب ان حصلنا لك بيت حصلنا اما حصلنا لو بنشتري مشترى ماشي مشكله مال ورثه ولا شياته شو رايك زين زين موافق خشمك اسمع خشم شنو يا من حضر على ابو راشد قرر وافق وهو المسؤول انا المسؤول ماشي ما بسوي عاد قرقع بنسوي بس هنا في بيتنا بس عندنا في البيت شو برتب ليتات يمكن اني بعجاله يوم واحد زين وبنعشي في البيت في البيت انزين وبنلبس صلاح البشت والدنيا وهذا بنزفك عندي في بيتنا أول شو رايك الزفيه عندي في البيت شو قررت خلي خيو انت الحين انا رمس شو رايك لا حلو يا لا حلو أكيد 100% هيل يا الشريبة من هاي شيء استوت إيرس بخبرك استوت فكرة صلاح ييه وراشد سوى موضوع اتفاق بين صلاح خلاص ترى ما يبغى صلاح ما يبغى اتفقوا براشد وصلاح على مخطط وتونا خبرنا الجماعة براشدك صدره أنا دقيت صدري صلاح وافق أنت ما تعرف الموضوع بنيو الصلاح زوج صلاح بنقول له حرمه من عمان خلاص ايه بناخذ له بيت مؤقت زين وعقب يشترينا البيت او انه طلبنا البيت ويعطونه بيعطوه ما بيكسروا في صلاح يستاهل شو رايك اسكن بوادي الحيول لا ما بوادي الحيول ابو ظبي بيب على الريال ما يتبع الحرمه الحرمه تتبع الريال وبنسوي له عرس داخل بيت ابو محمد عياله انت عياله بنسوي عياله ايه بنسوي عشاء خفيف حال حاله بنجيب صلاح عيارة لك بيسات وعشاء ناقع زين والحل زين زين يلا استاهل صلاح شو صلاح مبروك مبروك يا صلاح فرحان والله يا ابو محمد يبي يعرس والله نعم صلاح شوف منه الحين هو شاغب قلبه المسجات وشاغب قلبه شو تبى الحين انت؟ يبى تشرج؟ لا الحين تبى عروس لو تبى تشرج؟ مسج ها شو نسوي عاد الحين؟ عاد انت تبى حرمه تقول حرمه بتجلس تقرا المسجات وتودر الحرمه انت؟ الحين شو قررت هي ولا لا؟ ما بعرف كل ان شاء الله يقول لك اللي انت اذا انت موافق هو يبى انا موافق هلا مبروك 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 صلاح يا خلاص ابو راشد وبتطيح الرزبه ولا برزف عرسك وبيوت وعين البحر مرمر قلبي ابتسم من شفت سيدي المحاسن والغوى ويا المعرس اليوم في داري ضوى هذا الهوى وقولوا يا حي الهوى عشو يابس مرحبا المعرس نحن مارينا معرس صاجع صلاح مو ذي اللعبة بغى انك تحرس وانت يلا مبروك 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 مبروك, مبروك.
وراشد وراشد ترى ما فيها مسألة. أنا لفيت صدري وكنوا يشهدوا علي من حضر كلهم الوطن العربي كامل والمسلمين. هي. هي إنه صلاح ندور له حرمة إنسانة يعني تكون تمام. أنا أعرف اللي يبع صلاح. توكل على الله. ويستاهل. نباها عاد صاحي استعشرانة. هي عبا. وحده صاحيه بريول ويدين لا لا عبو حد بعد كاسره ربيته وحد كاسره ربيته ما يسوي ما يستوي إيه؟ لا ايه بحد صاحي والماي اللي يتحكز على الصاحي إيه إيه إيه. لا إيه. هو ما علف منه صلاح إيه. من يحصل شيء هو عنده جاي انه مسج ويبرا من هل يحله فيصل لو يرسل له فيصل لو يدعي يشغل له فواده وان شاء الله يا ابو محمد انه صلاح يستاهل ويستاهل شيء زين ان شاء الله باذن الله تعالى نباها بيضه وفنانه لا شيء يعني إيه؟ من 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 نمونته هي هي نباها وحده فنانه زينه لها راسن طويل ما نباها وحده بعد لا ماشي شلكه وبلكان قالوا الشيء اللي وتكون عاده خايفه من الله وتروف به لا بتروف به هو زين هي. صلاح زين صلاح بن حصل ملاطفه ومداره هي هي. احسن كلب في العالم وهذه فرحه العرس بنسوي بيتين رزفه زين يلا صلاح قوم ها وبيني وبين المعرون رمله وسيوح ويبالي وبيني وبين المعرون صلاح ارزف وياه عيش بتعرس انت بابوش يا بس يا بس يا بس ويا رب لا تلوموني لي حتى سمك ما خلصت من الرزمة خلاص وين اللي بيرزف قالي باركول المعرس باركول مبروك 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 يا ابو احمد مبروك ان شاء الله الحول الحول يوم بنسافر بشل عيالك ويانا شهر العسل هل سي صلاح بعده وين بنودي عاد شهر العسل شهر العسل صلاح تعرف صلالة 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 شرا... وين تبع جبل انت تبع صلاح يبقى اليمن وين اليمن له صلالة صلالة هي صلالة ربي اعطاها ملامح صورة الجنة بلد قابوس محلاها حلال قابوس قابوس اقول لكم انا من بلكونتي هذه ان هذا اللي يبي يود بلكونتي سقف هذا يخليني ما ارويكم ها وهاي بلكونه براشد بحر مرمره هذا بحر مرمره مره ايش دركنا هذا بحر مرمره هو هذا كامل ابو محمد يوم يقول على بحر مرمره قلبي ابتسم هي من يوم شفت سيد المحاسن والغوى هي هو هذا شوف انت هذا ابو محمد بارك منه لاسطنبول عالدنيا كلها صدق والله عاد هي والله كل بيعرفوا له واجب معروف وانت شو درك انا ابو محمد ما عليك مني والله يا ابوك بتدي هيك يقول لك الحكمه من افواه المجانين بسم الله عليك واللي ما زين الا لبسك يا سلام عمو راي يا الله من نوع القوي قرموزي قرمزي 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 على لارنجي لارنجي وقرمزي الله ما شاء الله عليك والله ابدا يا غير خصف يعني زين النوع القوي نوع قوي ابو عبد العزيز اهلا وسهلا يا صباحك ورد وياسمين يا صباح الخير على هالالوان لون عشبي اليوم ما شاء الله منتخب السعودي اي والله واليوم نحن بشيرك بثلاث انا لوني بعد مظهر اللبسه بعد جيشي وابو ابراهيم بعد لون جيشي ويوم جيتنا انت ولانك بعد لون جيشي دي فعلا من التفكير هي والله لو صلاح نفس لون قميص ابو راشد صلاح قر اي لساني عندنا احنا نظهر في التصوير اي هاي انت المعرس انزين خبرتك انا بين يوز صلاح هي بين يوز ان شاء الله بتحضر العرس باجي ان شاء الله قلت بس يصير بشتة هي هي لا نحن ما بد عمر مصعد رقبه الريال على عليك زين ابو عبد العزيز شو برنامجنا من الحين من امر هاللحظه وين بنسير اول شيء بنط على المشروع اللي اعلنت عنه قبل كم شهر اليوم من يكون يا الاولي اشتروا المتابعين بعد يشوفون الشغل وين وصلنا اللي اشترى من المشروع اللي اعلنا عنه قبل نعم اللي
اعلنا واللي راح نسحب بكره بعد الشق عليه الهديه نفس المشروع هذا. زين ان شاء الله موعدنا بالسحب باذن الله. ان شاء الله بكره الساعه كم السحب؟ بكره راح نكون متواجدين ان شاء الله بعد العصر ان شاء الله. هذا على فكره للناس اللي شاركوا في السحب على الشقه اللي هي هديه من ابو عبد العزيز للمتابعين واللي اشتروا واللي ساهموا بالنشر. انزين بعدها بنطلع على ازمه. ازمه تبعد 28 كيلو عن صبنجة. نعم راح نفطر هناك على السد جلسه حلوه وافطار طيب ان شاء الله. بعدها راح نطلع على موقع المشروع الجديد بازمه راح يكون اطلال على البحر بحر مرمر ان شاء الله. لما نخلص مفطرين نطلع على الموقع اللي هو موقع المشروع الجديد راح يكون عباره عن بنت هاوس دورين وشقق واسعار ان شاء الله طيبه مقارنه باللي حولنا. طبعا ازمه شوي اغلى بس راح يكون يعني المتابعين المبنى عباره عن شو عبد العزيز؟ 90 شقه ما بين بنت هاوس وشقق. نعم في شيء 3 غرف نوم وفي شيء 4 غرف نوم وكل الشقق فيها ماستر كل غرفه فيها حمام كلها ماستر كلها الغرفة. ماستر ما شاء الله. الدور الارض راح يكون حديد في فرق بين المساحات في فرق الشقق نفس الشيء بنت هاوس راح يكون طبعا 4 غرف واللي تحت مع حديقه وخبر حلو يا ابو محمد ليك طبعا خلال 48 ساعه راح ننزل بكل شقه او بنت هاوس 10000 دولار ما شاء الله. اللي بيجي على طول يقول علي هذا عربون يحول عربون 10000 دولار راح نخصم له 10000 دولار. عبد العزيز ال 10000 دولار هذه الحين بنبتدي الاعلان هل ان اول 3 اشخاص يطيح من قيمه الشقه 10000 دولار او الرقم ال 10000 دولار مربوط بالوقت او بالاتصال؟ لا بالوقت 48 ساعه لانه في بعضهم يقول احنا يا ابو عبد العزيز الان يحجز 4 و5 يقول لا ما قدرنا نحول البنك يعني فيه يكون خاص انه الجمعه والسبت احنا نخليه مفتوح خلال 48 ساعه اي واحد يتواصل معنا ويحول للعربون 10000 دولار يعتبر دخل اللي هو الخصم الخاص 10000 دولار. في بعضهم يقول علي شلون السعر هذا سعره مميزه ومعقوله جدا مقارنه باللي حولنا يعني راح نكون اقل 30% من 20-30% عن المشاريع اللي جنبنا. الشقه اللي مثلا بيعها ب 450000 ريال وهي مقابله زي بحر مرمره. نعم اطلال على البحر مرمره. التوضيح اكثر بعبد العزيز بخصوص الخصم. الخصم 10000 دولار راح يكون لاي عدد يعني مثلا اتصلوا 40 نفر يبون انت الشقق اللي عندك ما بوايدات ما بواجد في الشقق عددها بسيط والبنت هاوس فيه الدورين موجود العدد بس الحاجه اللي راح اقولها في بعضهم الشركات كثير يمكن انت شفت الشركات نعم كل دور يحطون سعر وكل اطلال يحطون سعر انا عندي مبدا من سبق لبق يجي الواحد يقول ابو عبد العزيز هذا الشقه ابغاها افضل زاويه قيمتها الحقيقيه ممكن حدود 600000 ريال لا انا 450000 ريال يجي ياخذها والله يربح ويقوي. لذلك يعني الواحد من يوم يشوف الاعلان هذا واول واحد اول ثاني وثالث رابع راح نعطيه اولويه راح يكون طبعا يسجلون الاسماء الفريق العمل اللي عندي راح ننزل ارقامه ويحجز بالاولويه ولا في شيء. في بعض الشركات وكثير من الشركات وبالحقهم اي واحد نعم يخلي مثلا من المشروع 20% المواقع الاستراتيجيه يخليها له ويبيعها بزياده عن الشقه العاديه 20-30% وعادي تنباع. يعني انت اذا اخذت الشقه المميزه الان راح تكسب ممكن بعد 3 شهور 30-40% لانك اخذت المميزات زي ما صار باسطنبول. فلذلك من سبق لبق باسطنبول ناس ماخذين 170-150 دولار والله قبل الان وهي ما كملت سنه. سبحان الله يعني الربح 100% مواقع بس هذه انا اتوقع من 20-30-35% باذن الله. سبحان الله سبحان الله توكلنا على الله. دق الحدي الله 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 روحك اليوم جاي حق التصوير الله انا موجود ما شاء الله. اليوم نبى تقييم هذا التقييم ياك التقييم منا رقم 1 رقم 2 رقم 3 بس انا كم رقم؟ ابن 2 نمبر 1 منو؟ انا يا وقف صبر صبر هذا نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 والحكم عادل عندكم هذا وهذا مصداقيه ارفع صدرك عادل شوف منك صد منك براشد ها
ايوه هذا نحن الحين ثلاثتنا وكل واحد ابوي لابس اللي هو غير زين ولا تتحروا ان كلنا طقم واحد ها كل واحد لابس غير وفنانين ما شاء الله علينا من نوع المو قوي صلاح من نوع شو طوقت مقبو مقندح قوي 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 زين جاكم الحين اصبر اصبر شوف وين بنصير الحين نحن هذا إدارة هذا أنشئ الإدارة هذا الإدارة من أوله إلى آخره هذا المشروع حال حال أي مشروع سواه ها شوف المشاريع اللي هناك هاي القريدة الحين جاي أبوي يتخمخمها شو تسوي هاي الأرض هو يشتريها يشتريها ويبتدي يعمر ويزير ويعدل والناس تي وتاخذ وتسكن وتشتري وتبيع والتاجر والخير خير والشر الخير راويناك كذا واحد وكذا مجمع وكذا مكان المكان هذا بيكون عبارة عن شو 84 شقة ايه؟ كل شقة 3 غرف نوم 3 غرف مياه صالة بلكونة والدور الأرض يصير مو حديقة بني شقق اللي يبني بنايات وكل منطقة على حسب اللي يشتريها شو ناوي يسوي فالأخ عبد العزيز جزاه الله خير بغى ينوي يسوي في هالمكان بدأ ما يسوي فلل بيبني طالة عماركم هذا الترخيص تم استخراجه قبل شهرين ونص وهذا اللي تشوفونه كل حاليا في خلال شهرين ونص استوى المشروع كان عبارة عن 7 بلوكات كل بلوك فيه 12 شقة كل شقة عبارة عن 3 غرف ماستر وناهيك عن حوض السباحة للرجال وللنساء روحهم منفصلة عن بعض وعندك بعد حديقة عودة وعندك جيم ونادي صحي كامل متكامل حاليا بعد مرور شهرين ونص تقريبا هذا اللي احنا نسوي لكم اياه تم انشاء الاساسات وهذا شيء من ابتدوا في الدور الاول الحين بنسوي لكم من منطقة شوي مرتفعة هذا طالت عماركم من المشروع بيع بالكامل في خلال ساعات من وقت الاعلان الكلام هذا قبل شهرين ونص تقريبا وحاليا انا اروي العرب اللي اشتروا وباعوا وكانوا لهم الاولويه في المشترى حاليا هذا شغلهم على ما تشوفون الناس شغاله ليل بنهار هذه كل الحين شوفوا القاعده هذه تحت شيء دورين بيسمنت وتحت صبيات كبيره ها شوفوا ها هذا كله هذا اللي تشوفونها مجمع هذا وقت الاعلان نحن ما طرينا مجمع حوض السباحة للنساء وللرجال والنوافير والحديقة العامة الحين طالت عماركم بنسير للمشروع الثاني اللي هو على في منطقة أزمة مقابل بحر مرمرة مشروع جميل مثل ما قلنا لكم من سبق معروف أن اللي يشتري وقت التأسيس يقدر يبيع بأغلى وكل ما يا وقت العقار يزيد خدت انت أرض وركض وصبرت أسبوعين وثلاث وشهر وشهرين لين سنحي كل ما زاد البنيان وجهز المشروع كل ما زاد سعر وفرصة أنك أنت تحصل ربح أكثر في العقار اللي أنت خدت وقت التأسيس كان سعره نازل الحين من بعد العمار يكون سعره أكثر في ناس يستفيدون حتى 100% عن الحلال والحرام ما رمت خطف ما أرويكم كمية الحديد والاسمنت اللي تنحط في القواعد هذه كلها قواعد لو بتبني عليها 100 دور ناهيك إن تحت كل الأرض كلها يبل فما بالك شوفوا طالت عماركم درة الخليفة واحد مشروع من المشاريع اللي تشد بتاع وهذا الرجال جينا وطالعنا بيته ما شاء الله وشفناه لكن هو ما يحب التصوير نظرا للعمل وهذا المشروع جهاز وخلص وباعوه وسكنوه وحيل ياسين هالواد انت دخلنا البيت وياسين يأتثون من هالكويت الله يبارك لهم شوف ما شاء الله نفتتك خلية عسل قرب الله شوف الحظ يربع ورا هالكويت الحظ يربع وراهم وين ما يصيرون حظيظين ها ودرت الدنيا كلها ولصقت ابوي في داره بيك ابوي عسلك لين بيتك ها دكتور الله يحفظه ها صلاح مبسوط رقم واحد تبى تنزل لو تبى السيارة بنسين تريق غايته يلا ابو راشد يا مرحبا يا ابو محمد وين القهوة ما
موجودة. أشكر فنك أشكر فنك. يلا تبى قهوة أنت؟ يلا غايت حبيبي. أول فنيال لمسيو صلاح. يبشر. أبو محمد وين؟ أبو محمد طارت حمالكم الحين في إزمت. إزمت تبعد من إسطنبول ساعة ومن سبنجة 35 دقيقة. اللي يميز إزمت طالت عماركم سد إزمت، هذا اللي تشوفونه أكبر السدود، يوجد فيها شلالات وأنهار وبحيرات ما شيء كثرها، ناهيك عن بحيرة مرمرة، بحر مرمرة، بحر مرمرة. المشروع نحن جايين نغطي مشاهد بحر مرمرة في إطلالة 90% كلها على بحر مرمرة. هذه منطقة إزمت جميل، مكان فنان وعائلي والناس كلها تعنيلة، يعني مميز مميز للغاية. فالحاضر منكم يعلم الغايب إن نحن بنقوم بتغطية مميزة لعقار مميز في هاي المدينة الفنانة. رابضة رابضة صلاح علومك طيب المكان بطل عليكم يسمونهم العرب يوم ينون على هالمكان. هاي البحيرة، هذا السد، سد إزمت، هذا سد إزمت، بحر مرمرة الطرف الثاني. ألعب 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 كان ما يخربك هذا. لا براشد تعال يا 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 هني أخيار. عاش براشد عاش براشد يا بس. اسميك يا دبي خبلت بالعرب، خبلت بابو راشد، خبلت بابو راشد قبلهم. لا تحاتي ما بطيح، سر ورا سر من هناك دايق. ايه الروح عزيزه. هذا بشارك به مع السكارين مع السكر مالي اسمه نقمون. من بعد طالت عماركم مشروع العريفية بعد ما الله وفق لنا ولهم وباعوا وبنوا والناس ابتدت في البنيان،
من خلص هاكل سوى البيع قلت لي طالع لنا مكان ما يكون فيها في العريفية يكون شوي قرب بحر. قال شيء في مقابل اطلال على بحر مرمرة لكن ابو محمد شوي غالي. قلت انت ما يخصك انت طالعوا ارض مقابل بحر مرمرة والشر رايح وحر بغى الرخيص بغى الغالي على لكن هاي اطلالة هذا بحر مرمرة وهذا طالت عماركم ليبل شرق وغرب دور مدار الموقع محاوطة إيبال ووديان وأنهار وشلالات. فلذلك طاركم حاليا المتوفر عندهم مبنى عبارة عن عدة شقق بنت هاوس مقاسات مختلفة والإطلالة ما في الحاضر مدح. اللي خذوا طالت عماركم في العريفية حاليا شققهم اللي خذوها يابت أرقام زينة يقدر يبيع يقدر يبدل يقدر يشتري يقدر يزيد يقدر ياخذ من موقع يبدل في موقع. هذه كلها استثمارات داخل الدولة الناس تستثمر وخارج الدولة ما بالك في بلد يعج بالخضرة والأنهار والوجه الحسن والفواكه والجو اللي ياخذ العقل وما بالك عاد موقعنا اليوم مقابل ومشاهد بحر مرمرة والمنطقة هاي نحن فيها طالت عماركم كلها أنهار ووديان. شفتوا الموقع اللي توني صورتكم إياه هذا اللي هو السد سد أزمت من هالمكان اللي نحن فيه سبع دقائق أزمت مدينة كبيرة فيها أكثر عن 3 مليون نسمة. أزمت طالت عماركم ما بلا منطقة فيها أنهار وشلالات وطبيعة وكرز وفراولة وما أدري شو ما أدري شو أزمت من العواصم الكبيرة اللي تركيا فيها عدة عواصم أكبرها إسطنبول وأزمة تتي من عقبها أزمة فيها المولات فيها الشواطئ فيها يعني المشاريع الكبيرة مولات 5-6 مولات كل واحد أكبر عن لكو 600 مول في الدول المجاورة. أزمة مدينة كبيرة في الهاي واي من هني لين إسطنبول ساعة 55 دقيقة فقط الواحد يقدر يصبح الصبح سرح إسطنبول ويهني. الحين حاليا جليل اللي روم يسكن في إسطنبول. إسطنبول بلد مكتب بالزحم والسيائر والهرنات وعباس على دباس لكن الوادم تسرح تسير تسوي شوبينج وتستانس عي من الله خير ويردون لبيوته الهدوء. زحبوا طالت عماركم التراخيص وزحبوا كل شيء وأوراقهم علموهم خبرهم. الحين ابتداء من الأسبوع الجاي من عقب الإجازة إن شاء الله إذا الله جعلهم الحين يبتدون في البنيان بيحطون الأساسات وعلم وخبر لمدة شهر والشهر الثاني من بعد الحفريات بالأساسات عقب يبتدون في البنيان. بنيان ترى غمض برج ما يدور حول إلا زهبت البناية بخمس أدوار. شو السبب؟ الأيدي العاملة على أفا من يشيل عندهم من جميع أنحاء العالم ناهيك عن الأتراك روحهم الأتراك العالم كله يستعين فيهم في البنيان والشغل والسيرة واليي والشل والحط الأتراك هابين ريح ما بالك حطيت عامل تركي والإداري سعودي أف والله يخليه يزقح يغير زبوت. يا مرحبا يا مرحبا ابو احمد يا مرحبا هاي برجا ابو هلها مشبب على عمر الماي مشبب على عمر يا سيفان اي شوي الله 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 شو اخبارك تعبت لياقة ما شيء لياقة المعرس شوف العجوية يعلك تستاهل توت أشوف عطيب ما توت فرصاد توت سبحان الله لو أنت جالسة شير مكواد متروسة قول والله نعم حلوة شكر ريت حلف دو أنا من والله أبو محمد حلوة قول والله يا رب ذيك العودة هبالخضرة والله اني شكر عاد المرة ان قلت عاد كلامي ما سيدي يا ويلك قلت لك شكر ريك والله اني شكر لا على هني ها طلع شوف حلوة خلي قطعوني زيادة براشد ادفع 5 ربي يا طيب لك صبر خلنا طالت عماركم في فاصل يعني فاصل فاصل ها
فاصل صراط جلسنا سولف في الموقع وهذا ابو راشد لف الدنيا كلها. هذا استاذ صلاح مبسوط صلاح حلو الجو براد وزين معرس ترى معرس 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 صلاح قمار زاهي في الحوي هلا 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 يا المعرس منو هذا اي هاكو ها هذا المطور على اساس حلو يا صلاح يرحب كل مكان دور مدار ليبال تيك اللدانات من الفرجان ها على مد النظر بلاد مسلمين بلاد مسلمين احنا نخلص نخلص اللدان برد بنرمس وياكم صورنا لكم الارض والمنطقة ككل ورويناكم بحر مرمرة ورويناكم الارض اللي بيكون عليها بنيان الارض اللي بيكون عليها البنيان هذه ها كلها زراعة توت هذه ارض ملك الجماعة الشريك التركي هذا وهذا مدير أعمال كلهم هاي التجار والكمبنية الكبار وهذا الهرم الأكبر هذا طالح أبو عبد العزيز إنزين وهذا ولد عبد العزيز الله يحفظه إنزين شو بترى شو عندكم الحين أول شيء الأرض زي ما تبي شايفين نفس اللي كانت العرفية زي كذا أول ما جيتوا تصورون إيه نعم جيت بعد شهرين ونص متغير 180 درجة نعم نفس الشيء راح يكون إن شاء الله بهذا المكان نعم المشروع عبارة عن 91 وحدة سكنية ما بين شقق وبنت هاوس نعم في شيء دورين اللي مع حديقة تحت أربع غرف نوم وأربع دورات مياه وصالة وبلكون مساحات كبيرة الحديقة كم متر؟ 50 متر الحديقة الغرف راح تكون أربع غرف نوم ومساحات كبيرة. الخمسين متر لكل بنت هاوس؟ كل بنت هاوس دور أرضي أه. راح يكون مع حديقة 50 متر نعم بس دورين ومساحات كبيرة كأنك ساكن فيلا هذا بالنسبة للبنت هاوس الدور الأرضي أما الشقق نعم طبعا هذا الحديقة راح تكون امتداد على البلكونة وعلى الصالون نفسه عندك هنا الشقق نفس الشيء الشقة كم شقة؟ في الموجود عندنا تقريبا حدود 20 شقة فقط بالمشروع هذا يعني من سبق لبق يعني بس 20 بس 20 أغلبها بنت هاوس دور أرضي ودور فوق أيوة الشقق الشقق 20 فقط والمتبقي؟ لسه الحين بالإعلام ونشوف شو اللي متبقي لسه ما بدينا ما قلنا بسم الله انزي يلا الشقة أربع ثلاث غرف نوم وأربع أنا ما فهمت عندنا بالمشروع مبنيين بلوك A وبلوك B انزي هذا اللي موجود عندنا اللي هو دورين اللي تحت ما حدايق 18 انزين وفوقهم بالدور الثالث يعتبر 10 شقق كيف انزين 10 شقق وكيف كيف تبدهم الحديقه الحديقه المفروض تكون الدور الشقق ما له حديقه ها بس اللي دور الارض البنت هاوس إيه؟ انزين البنت هاوس كم واحد 20 18 بالمبنى A و18 المبنى B ايوه المجموع 10 شقق ب 10 شقق ايوه الشقق هني 10 ب 10 10 ب 10 والبنت هاوس 18 18 ايوه الدور الارضي والدور الثاني 18 18 والدور الثالث هو الرابع والخامس اه كلها الدور نعم الدور اللي هي الشقق ايوه يعني التوتال 91 91 التوتال قطعه نعم تفضل عندي اللي هو ثلاث غرف نوم ومطبخ منفصل اللي حاب انه يكون مفتوح ما عندنا مانع اللي حاب يكون منفصل يقول لا ما انا بريحه الطبخ في بعضهم يقول لا خله مفصول نعم الصالون هنا مفتوح على بلكونه مع المطبخ مساحته 16 متر البلكونة كل بلكون في الشقق كل شقة مساحته 16 متر وفي بلكونة ثانية 4 متر هذه ممكن تضيفها مع الغرفة النوم هذه تطلع حدود 18-19 متر مساحاتها كلها كبيرة يعني مدام الحين بعد ما قبل توقيع العقد يعني يقدر يغير في المقاسات يقدر يغير نعم وقت يغير. وقت الدفع وقت الدفع عندنا الدور اللي هو الرابع والخامس نعم نفس الشيء مساحته 189 يعني 190 متر نعم مساحه الفيلا اللي انتم تشوفونها معي ترى مساحتها 200 متر يعني كنت ماخذن فيلا نفس الشيء اربع غرف نوم اربع دورات مياه وصاله وبلكونه مساحه كبيره عندي البلكونه التراس 12 متر ونص وفي بلكونه تحت عندي بلكونتين مساحه 6 يوم يقول تراس 12 متر شفت البنايه هاي ها هذه 12 متر ومشاهد شو بحر مرمره هذا بحر مرمره قدامكم عما تشوفونها شو المهمة حينه
اهم شيء هذا شوف التراس هذا هو الزبده. نعم هذا اللي الواحد يستمتع فيه لما يحط زجاج بعد ما نخلص زجاج التراس هذا الاهم اهم شيء بالشقه. زين التراس يعني بس في في كل الشقق فيها اللي بالدور اللي فوق والباقي فيها بلكونات اكبر من هذه 16 متر هذه 12 متر او 12 ونص الشقق الثاني فيها 16 متر بس هذه ميزتها فيها اثنين يعني في بلكونه وفي تراس اكيد راح يكون سعرها مختلف يعني اسعار شوف انا دائما اقول من سبق لبق عندي الشقق راح يكون سعرها 125,000 دولار وزي ما قلت احنا بالبدايه زين ليه ترى الحين يعني ازمه اغلى من صبنجه السعر مو صبنجه ها طبعا اغلى من ناحيه الاسعار تقريبا هنا زياد عن صبنجه 30 الى 40% عن العرفيه تقريبا دبل السعر والله عليك اها يعني سعر العريفيه يعني نص السعر هذا كارض هي كارض ايوه ارخص من هنا هذه اغلى والاسعار يعني الان مع ارتفاع عبد العزيز الناس جتني عده مسجات يقولون ترى ارض الحين وراء طرفها بين البحر بين البحر مرمره وبين البنايه هذه يتروعون الناس قبات اللون تنشت بنايات على تحت بتغطي علينا منظر بحر مرمره هذه المنطقه اللي قدامنا ما فيها اعمار كيف؟ ما راح حد يبني فيها وراح يكون قدام تحت هنا شارع سيدين رايح جاي هاي واي اي نعم يروح على يلوى ايوه يعني بعد ما الشارع يفتحونه المنطقه هنا 100% راح تزود ما يقل عن 40-50% سبحان الله المعروف اذا صار في اي خط يخدم راح يصير الى صبنجه بعد نفس الشيء بيخدم المنطقه هذه في شغلات كثيره راح تخدم المشروع اللي احنا فيه هذا بس الاهم الاسعار يعني الاسعار الان الحين شو الشيء الضروري بتفهم العرب الاسعار اول شيء راح يكون خصم 10,000 دولار يعني 37,500 ريال اي واحد يشتري خلال 48 ساعه من الحين من الان قلنا سعر الشقه الثلاث غرف نوم واربع دورات 100 هذه سعرها 125 بعد الخصم ال 10,000 راح تكون 115,000 دولار فقط البنت هاوس تحت مع الحديقه مساحه حدود 190 غير الحديقه يعني 230 متر سعرها 155 راح تكون 145,000 دولار البنت هاوس اللي فوق راح 160,000 دولار راح يكون 150,000 دولار متابعينك يا محمد كم غرفه هذا البنت هاوس؟ اربع غرف نوم مساحات كبيره ماستر؟ ماستر كلهن؟ نعم اربع غرف نوم فيها اربع دورات 100 شوف انت زين وبعد كلها ماستر ونفس الشيء في مواصفات عاليه جدا بخصوص التدفئه تحت الارض الحدائق اللاندسكيب راح يكون في مسابح راح يكون في اللي هو النادي راح يكون العاب اطفال كل هذا في نفس المشروع نفس المشروع المكان طالت اعماركم هذا لان احنا فيه شفنا اوراق انا ومكتبي اللي تابع لي في دبي مكتب الخالدي للاعلانات الرقميه وموظفيني وكلنا تابعنا الارض وتراخيصها وتصريحات البناء هذا كل هذا اولا ثانيا المنظر اللي تشوفونه هذا مش رائع بل اكثر من رائع مكان هادي وجميل وفنان فوق ما تتخيلون فهذا أولا ثانيا حتى إذا في وقت من الأوقات استوى في تأخير في الدفعات حد من الوادم يا عسر في الدفع أبو عبد العزيز ما يقصر كل اللي اشتروا عنده هني من هالكثر سنة كلهم يشكرون عليه كلهم يشكرون عنه سلس ومرن اللي ما عنده اليوم عنده باكر برا باكر اللي عقبه أهم شيء دفع العربون واللي سبق لبق تحت مسؤوليتي ودق صدري وأنا المسؤول عن كل كلمة قلتها من أوراق من طابو من تراخيص من جودة الشخص هذا اللي هو أبو عبد العزيز علي الخليفة هذا ما شاء الله رجل عنده خير وكل همه كل همه أنه يروج للبلد هاي مكتر ما هو يحبها ويحب أهلها والمكان زين وفنان فما والمبالغ يعني مش كبيرة المبالغ مبالغ عادية وهذا أولا ثانيا أنت بتسكن في فندق في اسطنبول بتجلس أنت ويا هلك 15 يوم إذا فندق 5 ستار ما راح يكلفك أقل عن 100 ولا 150 ألف درهم ناهيك عن الأكل ومواصلات وعزرائيين وصدع وديان هني بتاخذ لك بيت ملك بزمة وعراه 350 ب400 ب500 يقول عن 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 صيفين عن عن وديتين ناهيك عن الإطلالة اطلاله جميله فنانه في منتهى الروعه
على بحر مرمرة، المكان فنان ويستاهل من يجي، والعالم كلها ترى ماخذه، ناس كلها ماخذه، مبنى فرم فرين، آلاف مؤلفة، مشاريع والناس خذت، وناس تبيع وناس تشتري وناس تستثمر، والخير خيرهم والشر غيرهم. فمثل ما قلنا لكم من سبق لبق. عاش وراسه در العب العب. هذا ابو حظين خباتكم عن القرن، ما تم ملك ولا امير ما سلم عليه، ما ادري وين عهد عليهم، وين يكون امير ولا ملك ولا رئيس وزراء من جميع دول العالم اول واحد يسلم عليه هذا. هاي ترى رجال اعمال وهذا ربيعهم، وما هم ما يصورون هو يصور وياهم. شوف الله عليكم، شوف ويا اردوغان بكبره، شوف انت مال اردوغان بالله، يلا ثاني ذا اذر نكست وان. ها هذا فاروق، فاروق اردوغان يمكن عشان ها ابي دبدي، ها هذا فاروق، هذا هذا مع اردوغان ازال قرشمسي عاد وايت ترم اولو بلال اردوغان. اقول لكم كمبانيه الكبار، ها اللي تشوفونهم، ها هذا واحد وهذاك وين الثاني؟ رب الله هذا هذا بعد واحد، ها كلهم الكمبانية الكبار، هذا ابوي ما يطيح الا ويا الكمبانية، ما اقول عكسه. ها 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 ايوه ايوه هادو، ها شوفوا اردوغان، ها ابو اردوغان، ابو داود كمام، ابو داود كمام ابن اردوغان، هذا ولد اردوغان غرب الله. فيري جود فيري جود، انت والله فيري لكي. هذا هذا المشروع اللي كنا فيه، وينا منك ها 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 سيدة 18 كيلو بالضبط لين وصلنا الكوفي، هذا اللي نحن فيه، هذا بحر مرمرة، شوفوا كل بحر مرمرة، هذا كل بحر مرمرة، ها بحر طويل عريض، ها وهذا وين كنا نحن، وهذا الحين نحن المكان، هذا المكان اسمه سيكا بارك، سيكا بارك، سيكا بارك طلعت عماركم عبارة عن حديقة على بحر مرمرة، امتداد ما يقارب 12 أو 13 كيلو، كل كافيهات ومقاهي ومطاعم طول فت المكان هذا، دور ما دار هالبحيرة، شوفوا على ما تشوفون بلاد بلاد، المكان جميل، مكان جميل للغاية. ها سيكا بارك، هذه بحيرة كافيهات مثل ما قلت لكم امتداد اكثر عن 13 كيلو. هذا موقع واحد من عشرات الالاف من المواقع السياحيه في ازمت، ازمت مدينه جميله فيها عدد سكان وكثافه سكانيه رهيبه ما شاء الله تبارك الرحمن، وعالم ومنتجعات وشواطئ يعني وملاهي وفعاليات كثيره، ودور ما دار هالبحيره على ما تشوفون، شيء مراكب تتنقلك مركب وتسير فيه تحوط انت وعائلك، تقدر تسكن في اي مكان تبى، ان كنت في صبنجة ولا كنت في اسطنبول. لكن انا اقتراحي للوادم اللي ابتدوا الحين ما شاء الله يحجزون، حطوا في بالكم ان المكان انتم عباره في عين الماء داخل ازمه، هني
ما حد ياخذ، او لو اخذت يعني انت بتكون يعني مجبور انك انت تبقى مكان هادي للرقاد، الرقاد وهذا ما يكون داخل المدن. لذلك حتى اللي خذوا قبل في اسطنبول داخل في عين الماء الضايقه، وحاليا تم تدوا يغيرون عقارهم من داخل اسطنبول داخل المدينه وين عين الماء الى خارج اسطنبول، يدوروا مكان يبعد 70 كيلو 100 كيلو 150 كيلو لجل الحين الحمد لله كل الشوارع هاي واي وتروم توصل اي مكان، المهم انك انت ما تجلس في نص المعمعه من مكان لين مكان تاخذ ساعتين وثلاث ساعات والمسافه كيلو وين وثلاثه. فلذلك انا مقترحي اللي بياخذ في ازمه عزت الله انه توفق في هالشروه وان الله يوفق له ويرزق، ان كان بيستثمر او ب ب او انه بيسكن. كم صيف نيت الشتاء جوها جميل، ونيت في القيض جوها اجمل، فلها عده مواسم. اللي يميز تركيا عن غيرها في كل موسم له شيء، له فواكه. انا ابو راشد وابو عبد العزيز ومنهل جينا قبل ما يقارب 3 أشهر ويجلسنا على نفس الطاولة هذه، لكن الدنيا هذه تشوفونها ملتاصة ثلج ريج، كانت ثلج ريج، وداخل عندهم في المولات إذا بتروحون تغطيتي لأزمة قبل 3 شهور أو 2.5 شهر كانت من أجمل التغطيات، جميل والمكان كله ملتاص أبيض وسنو جميل، لكن برد 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 يخلي الوادم مضطرب، كان شيء أوادم مضطرب من البرد، هاك اليوم عزمنا نطرب من البرد، برد موت. اللي تشوفون هاي لك اللي هناك كلهن مقاهي، كلهن مقاهي على امتداد طول الفتة طول البحيرة. ها هذا ما أدري كم طوله، دخلنا نحن أكثر عن مقهى، وهذه ها متحة بقول لكم يمكن 300 متر، ها كلها مقاهي كلها على البحر. هناك على المكالمة مرتب عدل، أنا ما بغيت أترككم وايد زحمة، ما برم صور ولا برم ناخذ راحتنا. أبو راشد منو ترمس؟ مرحبتي ابو محمد، اكلم ابوي ملي شوك شيخة البلادين. هي طالت اعمارك من بعد من الخدمات اللي موجودة عندهم. ها على ما تشوفون، على ما تشوفون. ها ابدا خطاف رفاي، بغيت تسير اسطنبول، بغيت تسير باي بقعة عندهم، هذه الفرضة مالتهم. ها هذه الفرضة تستاجرها من هني وتطير بها، بغيت بر ولا بغيت بحر، بغيت تتكبر الرست ولا فوق النخل ولا فوق وين ما تبى، ابوي تعال من فرضه، حتى لو تبى توصل كم فرضه مغرق بتوصلك ابدا لين مغرق توصل، بغيت توصل دلما، بغيت توصل وين ما تبى توصل ابدا. الحين بتطير، الحين بصور لكم اياها، لكن لازم يكون البحر طايح خواهر ولا ما تطير، لازم يكون البحر طايح صلاني ما في موي، ما يضرها كان سجي ولا ثبر ما عليها باس، لكن فقط لازم يكون البحر طايح، يوم يكون موي ما شي فايدة. المشروع صورنا والمكان المحيط بصورنا، وصورنا لكم البحيرات والشرق والغرب، ودق الباب فتحت له أهله وسهلة قلت له وكل شوكولاتة وطعمينا، الرقم اللي حطيناه قبل طالت عماركم استوى عليه لود وضغط وايد، فما راموا بوي وبلون، فلذلك بنزل رقمين أو ثلاثة في بوست في عدة أرقام عسب يخف ضغط على الحرمة هاي صغيرة اللي متصلة. فلذلك هذه ها اللي تشوفون هاي، قالت أبوي حشروني، ما حشروني يعني ما قالت حشروني، هي حشروني مالنا، هي يعني مالنا، هي من هالعراق. المهم خلي رمسة تولي، بنحط لكم بوست وطلبوا اللي يبي يستفسر أو عنده أي شيء يتصل بها. ابو عبد العزيز وين بنسير الحين؟ مطعم او مطعمنا المفضل بازمت، اللي هو رجل ازمت لازم نمر هذا المطعم. اي والله اللي جينا هاك اليوم في زيارتنا الاولى، صح؟ صح وعجبكم مطعم ما شيء عقبه مطعم في الدنيا العوده. اوه براشد الدل وين بنسير؟ المطعم اللي جينا هاك اليوم قبل رمضان. ابوش من نوع القوي ذا، ايه ما ينصبر عنك يا المود، لو قلت يا المظنون بنساك وما تنسى يا نعيم الخد على القلب دوم يمر ذكراك، ذكراك وحبه جبرني ولدني لك داخل سويد القلب سكناك،
لا ولا بلف الهند والسند مريد من مثلك وشرواك فريد مالك يوجد حد فريد في شكلك ومعناك شكر فنك من النوم الكوي وقيد قده سلاك يا رك الله محروس قوم الخالي نسي المحيولي انت بوشك وانا بخيولي حروس براشد محروس من انت احمد لا اسمك الكامل احمد عبد العزيز سام حتى صالح نازي دمشق والله والنعم 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 وين ساكنين؟ وين اي مكان؟ الدوحة ما شاء الله عليك ما شاء الله انت في اي صف؟ رابع ابتدائي بس دخلت خمس ما شاء الله عليك الله يحفظك